يريدون أن يثنون عن هذا الطريق، وكيف لنا أن ننثني وهو عزنا وأمننا وهو الطريق الذي لا طريق غيره غير الضعف والمذلة. يريدون إخافتنا بالتهديدات وبالوعيد، كيف يمكن لنا أن نخاف إلا الله سبحانه وتعالى؟ ومن يكون على الحق فإن الله عونه. هل يجوز؟ هل ممكن أن تقبلون أنه إحنا نخاف؟ وشلون ممكن نخاف؟ شلون ممكن شعب يستذكر كل المجد الذي ينبني على الإقدام تحقيقا للحق ويخاف؟ فنحن هنا أيها الأخوة حزب الله، طلعت على وثيقة من الإعلام وأظنها مقدمة يوم 17 ميلادي في هذا الشهر 24 ذي القعدة، وتتحدث عن خلاصة وقائع مؤتمر انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، حضره 1200 يهودي أمريكي، وألقيت به كلمات ثم صدر عنه بيان. راح أطلب من وزارة الإعلام أن تسعفكم في نسخ من كل هذا لنؤكد للأمريكيين واليهود الصهاينة بأن الإسلام أكثر ديمقراطية منهم، وبأن العرب أكثر ديمقراطية منهم، لأنهم في مقدمة الذين يفترض أن يكونوا أمناء على مبادئ الإسلام، بل وعلى المبادئ الأساسية لكل رسالات من يؤمن، لنثبت لهم بأننا الديمقراطيون الحقيقيون، فنوزع ما قالوا عنا إلى علماء المسلمين ليطلعوا على هذه الوثيقة، بل وسنطلب من وزارة الإعلام أن تنشر الوثيقة كما هي بما فيها من شتائم وأوصاف عليه، ليعرف الرأي العام أي حقد دفين يعتمل في قلوب الذين أضلهم الله عن الطريق، بل أضلهم الشيطان عن الطريق. ويبدو أنه بعد أن أضلهم الشيطان فاستهواهم الطريق لم يعد الله سبحانه وتعالى له فيهم حاجة ليعيدهم عنه. وأقرأ لكم مقتطفات فقط. يتحدثوا عن خطر صدام اللي مسميه مميت ضد إسرائيل،
وقالوا أن المواجهة الحقيقية في العالم والتي تشبه الحرب العالمية الثالثة ستكون في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل التي تساندها أمريكا وحلفائها. ووصف زعيم الأغلبية الديمقراطية هيك مسميه الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس في كلمته يقول الوضع الراهن في العالم أخطر من السابق في عهد صدام الذي نجح جيشه أخطر نجح في جمع صف العرب وهم يعرفون أن الذي جمع صف العرب ليس صدام وإنما هم العرب جمعوا صف نفس أنفسهم لأن جمع صفهم على الحق ولا نعتقد أن أي من العرب لا يريد أن يكون في صف الحق ثم أيضا النقطة الأخرى اللي مزعجين منها يقولون أن التقارير الاستخبارية عن العراق وإيران تشير إلى أن صدام حسين سيقيم تحالفا مع إيران ومن هذا تفهمون لماذا أطالوا الحرب لمدة 8 سنوات ثم يتحدث عن صدام حسين فيقول انه مثل هتلر خطر على العالم خطر على الإنسانية مثل ما هو خطر على الشعب العراقي تصور انه يعني مشغلين جدا بمصالح الشعب العراقي الجماعة ثم يتحدثون في الوثيقة لهذه المنظمة عن العمل لنقل سفارة أمريكا إلى القدس ويقولون بأن القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية مثل ما قال رئيس وزراء إسرائيل في كلمته أمام الكنيسة الإسرائيلية يتحدثوا عن القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل المغتصبة ثم تقول الوثيقة ضمان حدود إسرائيل مو ضمان حدود إسرائيل أقرأ الأدق ضمان حدود لإسرائيل يمكن الدفاع عنها في ضوء ما تعنيه هذه الحدود أثر زيادة قوة العراق العسكري من هو الذي يوصف بهتلر بغض النظر نحن المسلمون ونحن العرب لا نذم أحد عندما يقع وإنما نذم المذموم وهو واقف ولكن إذا ما جاز التشبيه من هو الذي يشبه بهتلر أليس هو هتلر صاحب المجال الحيوي الذي على أساسه توسع ثم اصطدم بمن اصطدم بهم هذا الكلام هو كلام عن المجال الحيوي كلام دعوة لضمان حدود ليس هي التي تقول بها إسرائيل اليوم وإنما ضمان حدود ممكن الدفاع عنها على أساس القوة المتزايدة كما قيل للعراق ثم في هذا كلام كثير لا أريد أن أشغلكم فيه فأقول إذا كانت هذه هي نظريتهم أي التوسع على حساب العرب توسع على حساب مقدسات المسلمين فليس فيه غيرة من لم يقول لهم بأننا سنقاتلهم الذي لا يقول
لأصحاب مثل هذه السياسة بأننا سنقاتلهم ليس منا. وهل في هذا تهديد؟ هل تهديد أن نقول لمن يريد أن يتوسع على حسابنا ولمن يريد أن يوجه إهانات متكررة إلينا ومن يريد أن يغتصب أرضنا بأننا سنقاتله إن فعل هذا؟ تصوروا المحرمات الجديدة في قاموس الناس الذين يقولون بأن لنا مسؤولية على إنسانية على مستوى الكرة الأرضية ككل. هذا الكلام الذي يقوله الأمريكان، بينما يتكلم ناس من الكونغرس الأمريكي بهذه اللغة، يريدون حدود لإسرائيل يمكن الدفاع عنها لمواجهة ما يقولون بأن القوة العسكرية المتزايدة للعراق، مع أن العراق يفصل عن خط التماس دول. إذن ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني غير العدوانية؟ ثم قامت قائمتهم عندما عرفوا أن العراق امتلك جانب من ناصية العلم والتكنولوجيا، وفي تصورهم أنه بهذه الدعايات المغرضة وبهذه العدوانية ممكن أن أيضا ينثني العراق عن مساره هذا. وكما قلت في مؤتمر سابق أقول لكم، لن ينثني العراق عن المطالبة بالحقوق المغتصبة في فلسطين، ولن ينثني العراق عن الاستمرار في طريق التكنولوجيا والعلم ليكون في وضع قادر على أن يكون في خدمة العرب وفي خدمة المسلمين إن شاء الله. العرب عامة أو من المسلمين عامة، من يريد أن يدمر أحد أو يريد أن يقضي على إنسانية أحد أو يريد أن يهدد آدمية أحد، لأن العرب يعرفون تماما ليس فقط حقوقهم وإنما حقوق الإنسانية ككل. وفي اللحظة التي ينصرفون فيها إلى حقوقهم فحسب من غير أن يتذكروا حقوق الإنسانية، فإنهم في هذه اللحظة إنما ينعزلون عن شرف التذكير بالمبادئ الأساسية للرسالة. فالذين يقولون بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، نقول نحن هنا وليسجلوا هذا وليسجل التاريخ علينا بأن القدس بعون الله لن تكن عاصمة أبدية لإسرائيل. وسيكتشفوا في يوم ما صحة هذا الاستنتاج، كما اكتشفوا صحة الاستنتاج بعد أن توقفت الحرب. عندما خاطبناهم في عام 81 من إذاعة بغداد وقلنا نحن نعرف بأن إسرائيل والصهيونية يطيلون من أمد الحرب لقصد معلوم ومعروف، ولكننا نقول لهم بأن واحد من الأسباب التي جعلتهم يتغلبون على العرب في حروبهم التي تغلبوا فيها هو عدم وجود خبرة متراكمة في القتال الطويل عند العرب في عصرنا الحديث، في الوقت الذي اكتسبوا خبرة من حروب الغرب في الحرب العالمية الثانية. وقد صدق استنتاجنا. أمر طبيعي أن الذي يحارب 8 سنوات دفاعا عن الحق في شعب حي لابد أن يبتكر.
ولا بد أن ينبني على هذه التضحيات ما يوازيها من الاقتدار تطلعا لحماية كل ما هو حق. فالذين يقولون أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل هذا شعار فقط، شعار لن يزيدهم إلا عزلة على مستوى الإنسانية، ولا أقول على مستوى الحكومات وإنما على مستوى الإنسانية، ولن يزيدهم إلا وهم، والوهم لن يفضي إلا إلى الضلالة. يكذبون في هذا الكلام. الصهاينة يخاطبون الشعب الأمريكي ويجتزئوا جمل ناقصة من الخطاب قلناه أظن في 2 نيسان. يقولوا أن صدام حسين يريد حرق نصف إسرائيل. طيب اكملوا الجملة، قولوا أنه إذا ما اعتدينا على العراق وعلى العرب فإن العراق هذه المرة سيرد بقوة. نعم سنضربهم بكل ما لدينا من أسلحة إن اعتدوا على العراق أو إن اعتدوا على العرب. أليس هذا حق؟ أليس الذي يدافع عن نفسه محق؟ هل يعتقدون بأنهم يضربوا العرب أو يضربوا العراق ويسكت العراق؟ لو سكت العراق لسقط في عيون الأقربين والأبعدين، لأنه عرف بأنه قاتل لمدة 8 سنوات، والذي يقاتل لمدة 8 سنوات يستطيع أن يقاتل 3 سنوات أخرى أو 4 أو 5 أو 8 سنوات أخرى. ثم عرف الجميع عرب ومسلمون وعلى المستوى الإنساني ككل عرفوا ماذا لدى العراق من إمكانية، فإن لم يستخدمها ماذا يعني هذا غير الجبن بعينه أو التواطؤ لا سمح الله. فماذا كانوا ينتظرون أولئك المتوهمون الخاسئون حيثما كانوا؟ ماذا كانوا ينتظرون من العراق غير هذا الجواب الواضح الصريح المؤكد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة؟ الذي يضرب العرب سنضربه من العراق.